إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم. ورواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء. فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر وردا وعطرا سابحا يتلسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إذا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين والعشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين والمهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع قناتكم الندى وبرنامجكم فاسمع إذا، نواصل المسيرة إن شاء الله تعالى مع امتحان الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة، إنه سؤال القبر. من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والسعيد من وفقه الله وثبته الله فأجاب: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. نحن مع السؤال الأول: من ربك؟ وفي الحلقة السابقة رحنا نبين معنى السؤال لغة واصطلاحا، من بعد من الاستفهامية، ربك رب والكاف للإضافة، والرب بمعناها اللغوي والاصطلاحي. اللغوي في لغة العرب يقولون رب الإبل ورب الدار ورب الأسرة ورب الدولة، وهي تعني رب الدولة الملك أو الحاكم، ورب الأسرة المربي والعائل، ورب الإبل الصاحب، وهكذا. وأما اصطلاحا فكما جاءت في القرآن الكريم: رب العالمين خالقهم ورازقهم ومالكهم وحاكمهم وسيدهم والمتصرف في شؤونهم والمدبر أمورهم سبحانه وتعالى. من ربك؟ هذا هو السؤال. الإجابة عليه بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذه الإجابة لا تأتي بالحفظ
ولا تأتي بالفهلوة على الرغم من يسريتها وسهولتها، لكن هي تحتاج إلى رصيد سابق، رصيد العمر من إيمان صادق وعمل صالح. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. من ربك؟ ربي الله. ربي الله. في الإجابة نلحظ كلمتين: ربي، كما في السؤال من ربك، كلمة رب كما هي، وفيها كاف الخطاب، وفي الإجابة ربي الله. رب كلمة تكررت بين السؤال والجواب، والياء ياء المتكلم. ربي الله. الله هنا جاء الاسم العلم في بيان من هو ربي. ربي الله، ليس ثمة شيء آخر، ليس ربي حجر ولا بشر ولا بقر ولا نجم ولا شمس ولا قمر، ليس ربي من جنس المخلوقات، ليس ربي من الآلهة الباطلة أو الأرباب الزائفة. ربي الله. الله الله الاسم الجامع للأسماء، وإليه ترجع كل الأسماء. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ربي الله. الله الاسم الذي اختص به الله عز وجل، فلا تعلم له سميا، ولم يتسمى أحد به، تسمى الناس بأسماء أخرى، وسموا آلهتهم بأسماء أخرى، منها اللات والعزى ومنات وهبل، لكن الله كما قال ربنا، فهل تعلم له سميا؟ لا نعلم له سميا. سبحانه الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها، ومنها حياتنا وإليها نشورنا. هكذا ببساطة بلا تعقيدات، الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها، ومنها حياتنا وإليها نشورنا.
ربي الله الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو كما قال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ربي الله، كلمة الله مشتقة من كلمة إله، والإله لها مشتقات: أله، يأله، إلهة، وألوهة، ووله، يليه، ليها. وكل مشتقة عرفها العرب ودونت في معاجم اللغة العربية تعطي معنى من معاني كلمة الإله: الإله المعبود، الإله المطاع، المحبوب، المستعان به، المستغاث به، الذي يتوجه إليه ويلجأ له، المحتجب عن الأنظار. هكذا إذا رحنا ننظر لكلمة إله في لغة العرب وفي المعاجم التي بين أيدينا كلسان العرب لابن منظور أو غيره من المعاجم، فنجد أن كلمة إله تعني معاني تختلف في مفرداتها عن معاني كلمة رب، فيكون الرب له معاني من جنس الخلق والرزق والملك والحكم والسيادة والتصريف والتدبير، والإله لها معاني من جنس المعبود والمطاع والمحبوب والمستعان به والمستغاث به والذي تلجأ إليه. فأفادت أن هذه الكلمة أعطت معاني وتلك أعطت معاني أخر. ربي الله، فربي تسمى في لغة العرب ربوبية، الله مشتقة من الألوهية فتسمى ألوهية، خذ من كلمة إله تسمى ألوهية، فأصبح عندنا ربوبية لها معناها وألوهية لها معناها. ولا يعني هذا أن الرب شيء والإله شيء آخر، بل ربي الله، ربي بما لها من عطاءات الربوبية: خالق، رازق، مالك، حاكم، سيد، متصرف، هو الله المعبود، المطاع، المحبوب، المستعان به، المستغاث به. ربي الله، ربي الله. وهي كما نقرأ مثلا في فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، وكما نقرأ في آخر سورة من المصحف سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ربي
الله بما تحمله كلمة رب من معاني وكلمة إله من معاني، وتأتي هذه الجملة فتجمع بينهما كما تجد ذلك في عشرات الآيات من القرآن. ربكم الله، الحمد لله رب العالمين، فذلكم الله ربكم الحق، وهكذا. فالرب هو الإله، والإله هو الرب، إله واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ليس الرب يختلف عن الإله فيكون عندنا رب وعندنا إله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إنما رب دلت على معنى، وإله دلت على معنى. فالرب كلمة لها معاني من عطاءات الربوبية، ربكم الذي خلق ورزق وملك وحكم وساد وتصرف ودبر، هو رب له عطاءات. فماذا أنت؟ عبد عليك واجبات. وهذه القضية، رب له عطاءات وعبد عليه واجبات، فنحن ما بين رب وعبد. الرب له عطاءات والعبد عليه واجبات، والصلة بين الرب والعبد هي العبادة. الصلة بين الرب والعبد هي العبادة، ونحن نفهم هذا من الإجابة على هذا السؤال. ربي الله، من ربك؟ ربي الله، فهو رب له عطاءات وأنا عبد علي واجبات. الصلة بين الرب والعبد هي العبادة. كثيرون الذين يستنكرون هذا الكلام، من أين أتيتم بكلمة رب أو ربوبية وألوهية، وتقولون توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية فضلا عن توحيد الأسماء والصفات؟ هذا تقسيم قسمه العلماء، ليس مرادا لذاته، بل هو للإفهام والتعليم. ولئن أردتم الإجابة على قولكم من أين أتيتم به، نقول من القرآن الكريم، عشرات الآيات في القرآن الكريم تناولت توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفهمها الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون دون ما تقسيمات، حتى دخل في الإسلام من لا يحسن اللغة ومن لا يحسن فهم القرآن، فاستنبط العلماء لهم وقسموا ووضحوا وفصلوا. والله عز وجل هو القائل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهكذا استنبطت هذه المعاني، وهي في كتاب الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، آيتان في صدر سورة الفاتحة اشتملتا على
أنواع التوحيد الثلاثة التي فصلها العلماء وشققوا فيها وقسموها توضيحا وتفهيما للناس. الحمد هذا ثناء على الله عز وجل. الحمد لله، اللام لام الملكية، ولله إله، هذه الكلمة المشتقة من الألوهية، رب العالمين، وهذه الربوبية. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل 99 في المذكورة في القرآن والسنة. إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. الرحمن الرحيم، والصفة أخذ اسم الرحمن أو اسم الرحيم من الرحمة، وفي كتاب الله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة. فهذه أسماء وتلك صفات من بعد ربوبية وألوهية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا الكلام ليس بدعا في الدين، لم يبتدعه ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، بل هو مستنبط من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما البدعة في الدين علم الكلام والسفسطة والفلسفة والألغاز والطلاسم والكلام غير المفهوم والعقيدة المعقدة التي يندر في طلاب العلم من يحسن فهمها ويكتفي بحفظها، ثم هو يتقايأها في الامتحان، ثم هو لا يعرف عن العقيدة شيئا، وإذا سئل الناس عن معنى لا إله إلا الله جهلوها. لكن نتدبر كتاب الله عز وجل فنجد فيه العقيدة الحقة والتوحيد الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذا التوحيد الخالص مسطر في القرآن، مبين في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والسنة المطهرة تقول كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. من ربك؟ ربي الله. الله سبحانه وتعالى، الله جل في علاه، الله إله واحد، وإلهكم إله واحد. هل يمكن أن يكون الإله اثنين؟ لا. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين
إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. هل يمكن أن يكون ثلاثة؟ لا. ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. هل يمكن أن يكون أربعة أو أن يكون عشرة أو أكثر؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله الواحد القهار، وهذا ربنا يسألنا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله. تعالى الله، تعالى الله، تعالى الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع
الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإله مع الله لا إله إلا الله أإله مع الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أإله مع الله لا لا إله إلا الله لا إله مع الله لا شريك مع الله لا خالق سواه ولا رازق معه خلق وليس له شريك ورزق وليس له شريك فينبغي أن يعبد بغير شريك وهو قولك ربي الله ليس مع الله إله آخر والقرآن الكريم يفترض لو كان مع الله إله آخر فماذا يكون الأمر؟ تأمل هذه الافتراضات الجدلية في القرآن الكريم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأما الافتراض الثاني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون والافتراض الثالث ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله فيأتي السؤال من ربك فتقول ربي الله وأنت على يقين من أنه إله واحد إله واحد من الله المعبود الذي هو ربنا ربنا المعبود ربي الله الحمد لله رب العالمين
فرب العالمين يستحق أن يكون معبودا فضلا عن كونه الرحمن الرحيم. كذا أنت تقرأ في فاتحة الكتاب بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذه بمثابة الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء من بعد قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، النصف الثاني من الفاتحة دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الحديث القدسي الذي ورد عن رب العزة جل وعلا فيما رواه عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين عبدي، وإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا وكم في فاتحة الكتاب من معاني عقدية عظيمة. فالحمد لا يكون إلا لله عز وجل بخلاف الشكر الذي يكون للخلق كما يكون لله عز وجل. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لكن الحمد ليس إلا لله عز وجل، فيقول ربنا الحمد لله لام الاختصاص ولام الملكية، لله من رب العالمين الذي هو الرحمن الرحيم. وكما قلت لحضراتكم هنا أجد في هاتين الآيتين توحيد الألوهية لله رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. يقال هذا تثليث؟ هذا تقسيم للتوحيد للإفهام والتعليم، إنما التثليث شيء آخر، التثليث شيء آخر، إنما هذا هو التوحيد الذي لا ينبغي أن يكون كلمة. مجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها ولا مقتضاها ولا ما واجباتها، ما المراد منها، ما نواقضها، ما شروطها، هذه كلمة هي منهاج حياة. وربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل فقل لا إله إلا الله. ولو كانت مجرد قول فما نحتاج أن نتعلم العقيدة، إنما فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه العقيدة أهم ما فيها التوحيد. التوحيد ليس مجرد كلمة وحدوه لا إله إلا الله ثم نجد الناس يتوجهون بالعبادة لغير الله. أوليست العبادة هي صلب العقيدة؟ أوليست العبادة صلب العقيدة؟ بلى. فلذلك نقول ما معنى أن يقول الرجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم هو يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستعين بغير الله ويسجد لغير الله وهو يزعم أن ذلك يختلف عن معنى لا إله إلا الله؟ بل معنى لا إله إلا الله أنك تعبد الله. ولذلك لا إله إلا الله
في أجل معانيها لا معبود بحق سوى الله. العبادة بمعناها الشامل الكامل، ليس المعنى الفقهي الذي يعرفه الناس كتاب العبادات في كتب الفقه، يختلف عن المعاملات، عن الحدود والجنايات وكذا وكذا. العبادات في الفقه صلاة وزكاة وصوم وحج، لكن العبادة بمعناها الشامل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة مذكورة في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كما ذكرت في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قل إن صلاتي ونسكي، هذه رأس العبادات، وأما شمولها شملت الحياة والممات، شملت منهج الحياة والغاية من الممات، ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. هل من أحد معه؟ لا شريك له. وبذلك أمرت، الآمر هو الله، والمأمور هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له في ذلك. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله على سيدنا محمد، كما تقرأ في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين الذين أجمل القرآن قضيتهم بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت، تاء الخطاب هنا هل هي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك ومعصوم من الذنب، لكن قوله تعالى لئن أشركت خطاب للأمة في صورة نبيها صلى الله عليه وسلم لتعظيم ذلك الأمر. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما المطلوب يا رب؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لماذا قال الله بل الله فاعبد ولم يقل بل اعبد الله؟ في لغة العرب تقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص. لو كانت الآية بل اعبد الله تحتمل الإضافة فيقال اعبد الله وغيره، لكن إذا جاءت هكذا بتقديم المفعول على الفعل بل الله فاعبد لا تحتمل الإضافة، أفلت حتى لا يعبد أحد سوى الله
وهو قولك ربي الله، كما تقرأ في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا جاءت هكذا بالضمير المنفصل إياك ولم تأتي بالضمير المتصل الكاف فتكون نعبدك ونستعينك؟ والكلمتان أبلغ من الأربع كلمات، والقرآن أبو البلاغة، ومن بلاغته الإيجاز، أو البلاغة هي الإيجاز، ومن أوجه إعجاز القرآن البلاغة. فلماذا لم يقل نعبدك ونستعينك وقال إياك نعبد وإياك نستعين؟ لأن قولنا نعبدك ونستعينك تحتمل الإضافة في اللغة العربية، فيقال نعبدك ونعبد غيرك، ونستعينك ونستعين بغيرك. لكن إذا جاءت إياك نعبد وإياك نستعين خلاص، هذا تقديم المفعول على الفعل أفاد الاختصاص، فأصبحت العبادة لله والاستعانة بالله، وهذا من معاني ربي الله. وهذه قضية القضايا وأصل الأصول وأساس التوحيد، ولنا معها إن شاء الله تعالى لقاءات ولقاءات حتى نتعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله من خلال هذا الكلام الموجز ربي الله. فالحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على حبيب الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أسأل أن يرزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، وأن يجنبنا الشرك كبيرة وصغيرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونسألك الأمن والأمان لمصر ولبلاد المسلمين، ونسألك يا رب نصرا لإخواننا في سوريا وفلسطين وسائر ربوع الأرض يا رب العالمين، ونسألك شفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واقض حاجته، أعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. اسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم، ورواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء فترحم. قلبي يحن إلى جنان تزهر وردا وعطرا سابحا يتلسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. اسمع إذن